انا بخير. طاقم كي داير؟ كلشي مزيان. انت منين رشيده؟ انا من تيزيسلي. من تيزيسلي. مرحبا لاله بك. بارك الله فيك. شكرا للبرنامج. الله يبارك فيك. كي داير الجو عندكم تما؟ الجو زوين بارد. بارد. حنا عندنا الجو اليوم بارد. شكرا. الله يبارك فيك لاله. انا من المعجبه ديال البرنامج قديمه بزاف. مرحبا لاله رشيده. بارك الله فيك. مرحبا لاله. نعم لاله. شنو موجوده لينا؟ موجوده لك غريبه باللوز. يلا غادي ناخذ كيلو ديال اللوز. 500 غرام ديال السكر. بلاتي اختي رشيده. عاد نوجدوا هادشي وخصو هادشي خصو التاويل نقدم شويه بشويه غادي نصدق مخلطه المقادير ومخرجه شي عجب من غير غريبه ديال اللوز. لا لا ياك غريبه ديال قلنا كيلو ديال اللوز. مرحبا لاله. بارك الله فيك. كيلو ديال اللوز 500 غرام السكر. اها. جوج ديال الخمارات. اها. جوج ديال لافاني. اها. نص كاس ديال الزبده. اها. نص كاس ديال الزهر. اها. جوج معالق ديال المبشور الحامض. اها. 8 ديال البيضات، 6 ديال الصفوره وجوج كاملين. اها. معلقه صغيره ديال سماد الكوك غير شويه. اها. 500 غرام ديال السكر كلاصي للتفنيد. اها. صافي الطريقه. بلاتي بلاتي راكي زربتي عليا شويه اختي رشيده. يلا نعاودك المقادير بعد نكون نسيت شي حاجه باش نعتقوا ونزيدوها قبل ما تخسر لنا الحلوه هذه. اذا غريبه باللوز كنحتاجوا ليها هي لاله كيلو ديال اللوز، 600 غرام ديال السكر، جوج ديال الخمارات، جوج ديال الفاني، نص كاس ديال الزبده، نص كاس ديال الماء زهر، جوج معالق ديال المبشور الحامض، 8 ديال البيضات، 6 صفر وجوج كاملين، معلقه صغيره ديال النسمه ديال الكوك، و 600 غرام ديال السكر كلاصي للتفنيد. ايه. ها؟ ايه. ما نسيت والو. لا والو. ايوا شتي. صافي كنقشروا اللوز. كنشفوا وكنطحنوا مع السكر. كناخذوا دوك الصفوره ديال البيض ودوك جوج بيضات كاملين. كنخلطوا البيض والخميره والنسمه ديال الحامض ولافاني. والزبده. كنخلطوا كلشي مع الاقداد اللوز. وكندهنوا اليدين بالماء زهر. صافي ونصنعوا منها كويرات ونكورهم بحال مشماشه. ونفندوا الوجه غير في السكر كلاصي وندخلوا الفران. لا لا زوينه. راه باينه هذه غادي تجي لذيذه وفيها كلشي يعني. صحي اللوز والحامض حتى هو زوين الكوك اللي فيه نسمه. ويلا بغينا نديرو غير الكوك ما نشريوش داك لاغو ما نديروش النكهه. لا ما فيهاش النكهه، ما عطيتكش النكهه. النسمه يعني معلقه ديال الكوك. لا معلقه صغيره ديال الكوك. مزيانه. معلقه صغيره ديال الكوك صافي. تبارك الله عليك، يعني غير باش كنعطيو ديك الطيبه ديال الكوك في الغريبه. ندير وجه السكر كلاصي وكتدخليها في الفران، زوينه للمناسبات ولكلشي. مرحبا لاله رشيده، وحتى حنايا بغينا منكم نيت الحلوات ديال المناسبات، حيت دابا كتعرفين كاين اللي عنده السابع، كاين اللي ختانه، كاين الحفلات والحفلات والعرسات وكلشي، لان حتى كتكون العائله مجموعه. وحتى الناس ملي كيبغيو يسافروا يدوزوا العطله في شي قنت كيديو حلاويهم، لان كلشي غالي، ما كاين ما احسن من صنع الديه ياك يا لاله. شكرا بارك الله فيك. تبارك الله عليك رشيده. بارك الله فيك. الله يبارك فيك اختي وصباحك مبروك.